27 اسم لامع تنطلق على البركة والتوفيق بحثا عن السيارة، بحثا عن الناموس، بحثا عن مشاركة وتشريف في هذا المهرجان الكبير. مباشرة إلى تعداد الأسماء الأولى المنطلقة العشرة المتقدمة هنالك شاهين لمحمد بن سعيد بن عويضة، أيضا من وصل وانتقل إلى مقدمة هذا الشوط. والدور دور المركز الثاني، الدور دور سراب جاسم بيمعة بن عبيد الاكتبي على المركز الثاني، وبدوري انتقل الى المركز الثالث اسعاف علي بن حمد بن راشد البويضة المري، والمركز الرابع من تسلل وانتقل نقله رائعه الوصول ايضا من قبل الاسماء هنالك شاهين محمد بن سعيد، ولكن التسللات الواضحة من مطفي محمد بن صوايح بن سيف الاكتبي. والمركز السابع، المركز السابع، المركز السابع، المركز السابع أيها الأخوة، التدخل من مطفي حمد بن محمد بن مبارك الأعفاري، ووصول وانتقاله واضحة من قبل الأسماء المشاركة هملول حمد بن محمد بن حميدان الفلاسي. وعلى المركز التاسع، المركز التاسع، المركز التاسع مليح محمد بن حميد بن دبيله المنصوري. وعاشرا عاشر الأسماء، عاشر الأسماء 110، عاشر الأسماء جمران حمد بن سالم بوثم العامري مع المركز العاشر. هذه هي العشرة، هذه هي العشرة. يا الله يا هذا الشوط القوي، ماذا يكون، ماذا يكون في الأمتار الأخيرة على انتقاء الأسماء وتجمعت في هذا الشوط بحثا عن الناموس، بحثا عن التحدي. أعود إلى المركز الأول، أعود إلى الصدارة، إلى القوة. أسعاف أحد ضيوفنا الكرام، أهلا وسهلا بكل من يشاركنا، أهلا وسهلا بأهالي دولة قطر بهذه المشاركة وهذا التشريف في ميدانكم وفي محلكم الثاني. هذا هو من يشاركنا، هذا هو أسعاف، أسعاف وكامل عدته متواجدة. علي بن حمد بن راشد البويضة المري خير من يمثل هذا الشعار بهذه الانطلاقة حتى هذه اللحظات. انتقل إلى المركز الثاني ومطفي حمد بن محمد بن مبارك العفاري على المركز الثاني. والمركز الثالث مرحبا يا مرحب محمد بسلطان الرزي الشامسي من وصل مع المركز الثالث. والدوري آخذ المركز الرابع جمران حمد بسالم بوثم العامري، والتسلل القوي، التسلل القوي من ضمن الأسماء هنالك مجد ناصر بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي من بدأ ينتقل نقلة جميلة، ولكن الطائر من طار، الطائر لدغاش بن صقر محمد العامري وانتقل نقله رائعة. هذا هو الذي وصل، بينما هنالك الوصول والانتقالة الواضحة، الانتقالة الواضحة من مهند، وهذا السيف الباتر الذي وصل عوض بن محمد بن سعيد العفاري. التدخلات، التدخلات السريعة والتسلل أيضا من ضمن الأسماء مياس عبد الله بن محمد أو عبد الله بن مبارك بن رقراق المزروعي، انتقاله واضحة. أهلا وسهلا بكل من يشاركنا، أهلا وسهلا بهذه الأسماء. أيضا اللامعة وصول من مكرم الذي يبحث عن تكريم ويكرم أهاليه وجماهير ضيف عزيز من المملكة العربية السعودية فالح بن عبد الرحمن بن سلطان بن قبضة القحطاني من وصل. أهلا وسهلا بالجميع. انتقل إلى غزال، والغزال الواضح وهذا الظبي، وهذا الغزال الذي وصل سهيل بن سالم بن أحمد الكثيري. الله 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 الله، كلما أبي اسم أرى أيضا شعار وأرى اسمه فعله طاري مع هذه الشعارات. لكن أعود إلى المقدمة، أعود إلى الصدارة وإلى الطائر، الطائر 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 ومياس برقراقي عبد الله بن مبارك برقراقي المزروعي من انتقل إلى مقدمة الشوط في مقدمة وفي سيطرة، وبينما الدور دور المركز الثاني مكرم فالح بن عبد الرحمن بن سلطان بن قبضة القحطاني مع المركز الثاني، المركز الثالث، المركز الثالث 111 هنالك الوصول أيضا والانتقال من مرحب محمد بن سلطان بن رزي الشامسي والوصول، وأول إذاعة للجذاب
سيف بن علي بن حمود بن علي العويسي. يلا يلا يا ابو علي، يلا يا ابو علي. علامه وجوده واضحه على اسم الجذاب الذي يبحث عن عن التميز وعن الفوز. الغزال الغزال مع الكثيري، يا سلامي عليك يا الكثيري على هذه الانتقاله الرائعه والمميزه. الكثيري مع شاهين ومع الغزال وصوغان والاسماء الملاحقه للغزال. سهيل بن سالم بن احمد الكثيري على مقدمه الشوط. مكرم فالح بن عبد الرحمن بن قبض القحطاني من يحتل المركز الثاني. المركز الثالث الجذاب سيف بن علي بن حمود بن علي العويسي ايضا. والمركز الرابع الوصول، وبدات الاسماء تظهر، بدات الاسماء ايضا. مهلي راشد بن سعيد بن سالم الشمطي الكتبي مع المركز الان الرابع. المركز الخامس وصلت الاسماء. الفارس سهيل بن سالم بن قناص بن علي العامري، وتسلل اخر، تسلل اخر من عمق الميدان شاهين سعيد بن محمد بن احمد ابو ابراهيم. والوصول ايضا والانتقاله والروعه والتحدي والاثاره مع الكايد سعيد بن محمد بن خلفان بن حزيم الفلاسي. بينما هنالك ايضا الجذاب، يا سلام يا سلام يا العويسي، يا سلام يا سلام يا سلام. اهالي بديه يطالبونكم سلام مع هذا التحدي رغم الضغوطات، رغم الضغوطات القويه. هنالك الوصول ايضا من قبل الفارس سهيل بن سالم القناص، والوصول من الكايد سعيد محمد الفلاسي مع التحدي. ال 400 متر النهائيه، اين الناموس؟ اين الذهب؟ اين السياره؟ الله الله، هذا هو وصل، وصل هملول، وصل هملول خليفة بن محمد بن جابر المنصوري مع المركز الثاني. ولكن سلام سلام يا السلطنة، سلام يا السلطنة، سلام يا السلطنة، سلام يا الشرقية. جعلان بو علي بو حسن بدية كلها سلامات، سلام يا شمال الشرقية. هذا هو يغادر بالناموس، هذا هو الجذاب سيف بن علي بن حمود بن علي العويسي مع المركز الأول. المركز الثاني الوصول والتحدي والإثارة مع الفارس سهيل بن سالم بن قناص بن علي العامري مع المركز الثاني. والمركز الثالث أيضا الحضور المميز في الأمتار المجنونة، وصل هملول خليفة بن محمد بن جابر المنصوري مع المركز الثالث. وفي المركز الرابع كان التحدي وكان الناموس حاضرا أيضا من ضمن هذه الأسماء جلمود سعيد بن مهير بالصوب الكتبي. وخامسا أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء الكايد سعيد بن محمد بخلفان الفلاسي مع المركز الخامس. الجذاب غادر بالسيارة 7:34 جزئين من الثواني. تهانينا والناموس لهالي السلطنة، والتهنية لمالك الجذاب سيف بن علي بن حمود بن علي العويسي. بينما المركز الثاني 7:35 من الثواني، التهنية والناموس أيضا لمالك الفارس سهيل بن سالم بن قناص بن علي العامري. والمركز الثالث جانا في الأمتار الأخيرة فكان هملول حاضرا بقوة، خليفة بن محمد بن جابر المنصوري، و 7:36 جزءا واحدا يتيما من الثواني. هكذا مشاهدينا متابعينا التهاني والناموس لكل الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، نتواصل ونجدد التحية واللقاء من جديد. انطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة بإذن الله تعالى، ألا وهي انطلاقة شوطنا 13.